غونجاغول؟ غونجاغول؟ عمتي سيلجان وبالوشي شيك التقتا معا. ما الذي تقولينه؟ وكيف حدث هذا؟ كنت أبحث عن الأعشاب وثم رأيت سيلجان ولحقت بها وتوقفت عندما وصلت إلى كارا كايلار، ثم أتت بانوشيشيك وهي مصابة. هي مصابة؟ رجالنا وجدوها وأطلقوا عليها السهام، وأنا لقد سمعت حديثهما عمتي. هاتيها. حسنا، بماذا تحدثتا؟ بانو قالت إنها وجدت الدليل على مقتل السيدة دورو. هذا غير معقول. غدا سوف تلتقيان في المكان نفسه، وبانو شيشيك سوف تقدمه لسيلجان، وبعدها ستفضحان الأمر وتقدمانه للمحكمة. ما الذي سنفعله يا ترى؟ أجيبيني عمتي. توقفي توقفي، تشوشت أفكاري. يمكنني أن أرسل الرجال لقتلهما. والدليل؟ إن أصبح بحوزة الرجال، ماذا سنفعل حينها؟ في ذاك الوقت. أنا سوف أذهب. قلت لي إنها مصابة، ولن يكون صعباً أن أذهب وأقتلها، وهكذا سوف نرتاح جميعاً، وسيلجان سوف تتهم بالقتل. ودوغان ألب، ماذا لو أتى معها؟ كيف ستتمكنين منه؟ ها؟ أيمكن أن أدخل سيدة أيتولون؟ تعال يا كايا. السيد غوندوغدو أمسك بدوغان وأحضره. موتهما سيكون بسيفي أنا. لم أتوقع بأن يحدث هذا ذات يوم. أين هي بانو شيشيك؟ لم نتمكن منها، ولكن رجالنا ما زالوا يطاردونها. لماذا ساعدت بانو شيشيك؟ أرطغرل هو من أمرك؟ لقد فعلت كل شيء من أجل حبي لها، لكن إن تأكدت بأنها قاتلة، عندها سأحضرها بنفسي وأدفن هذا الحب. عثرنا على بانو شيشيك وهربت مني بعد أن ضربتها بسهم. بانو شيشيك؟ ومحتمل أن تموت. لا، بانو شيشيك. اذهبوا وابحثوا عنها وأحضروا لي جثتها. أنتم وحوش بلا وجدان. بانو شيشيك لم تفعل شيئا. بما أن دوغان اعترف بالذنب، أترك قرار حسابه للأم هيمة، وسوف أحترمه مهما كان. سيد غوندوغدو، لا ترسله إلى قفص السجن، اربطوه أمام الخيمة
ورجال دودوركا سيحرسونه. لا أحد سيقترب منه. بعد تلبية دعوة الأمير سعد الدين، أريد أن أرى عدالة الأم هيمة. ما هذه الدعوة؟ حضرة الأمير طلب سادة القبائل لاجتماع هام. قل لي دوغان، هل تظن أنك قد فعلت خيرا؟ لقد قلت إن بانو بريئة، وأنتم جعلتموها طعاما للحيوانات. هيا خذوه واربطوه. Thank you.